طماط، كل واحد على ذوقه. عمالي بدنا نحط التشيز. حطي الموتزاريلا بالاول، حطي الملح اول شيء شوي، ما تكثر. المعلميه لازم نسال، يعني ما بعرف انا، ما تصدق انا بعرف اطبخ شوي، مش كثير شوي. سوري حطينا كثير. بوت بوتير. اوكي، من هيدي التشيز؟ لا، بنحط من هيدي. ليه هيدي؟ شو بطارية عندي؟ هيدي بالاخر شوي. سوري، بس انه عادي بالاخر او بالاول شو اسهل. هيدي لان طعمتها قوية. اوكي، هيدي. انا بعرف اطبخ وهيك عم قلكم. هلا الاشا وين هيدا؟ مبروش؟ لا، موتزاريلا هيدا. موتزاريلا. وين هيدي؟ هذه من جبنة، هذه كمان صفرة. هلا ليه الله خلى البنات انه هن يطبخوا؟ لانه الشباب ما بيعرف حتى يفتحوا الكيس. حتى ما نقعد بلا اكل. سو بنشيل شوي الجبنة، بنفتفتها هيك تكون معمولة اصلا. سو سهلة. هلا عم نستورب، كنت عمليها على اصولها. ايه بعدين فيني احط هلا هاي الجبنة. بس حطي بعد. خليني انا عم علمهم. حط بعد التشيز. اوكي. ما فيكم تتبخروا هيك على التشيز. بعد التشيز هودي اخر شيء. ما رح اعمل لك لعلك. اوكي، تو ماتش تشيز. بعدين شو بدنا نحط؟ المشروم. بدنا نحط المشروم مقصقصين معمولين. طبعا بتاخذوا وقتكم بتقصقصوهم. انا صار ما عندي وقت، بدي انزل بوست انستغرام اولويه. حطينا المشروم. والله شايفهم شيف انطوان رح يخوت. هلا حطينا الفلفل. فلفل ولا فليفل. شو؟ فليفل. فليفل. بعدين بصلة. حلو. مش معقول شو شاطر. شفت والله هيك البيتزا، فكرت قد ايه بدها معلمية، والله طلعت بطلة وطبيخة. شو هيدا؟ هيدا بيبروني. بيبروني، انا ما كثير بدي بيبروني، بس انه بيمشي هيك الفتفتون بيبروني. اصلا شو شكله البيبروني؟ لحمة شو؟ ليه شارجة؟ خنزير. لا. عن جد؟ لا، انا حلال. بيبروني حلال هيدا. ايه بعدين خلصت البيتزا. لا عريض. تيجوا معي تشربوا شوي قبل. صور لهم اياها شو حلوة هيك. بتروحوا على الفرن. بدنا اعلم اي وحدة تبعكم. سوري. هيدي. بدنا ننطر. سوري مش هيك هلا. البيتزا هيك على الفرن. اكيد كنت لو اتكلتوا علي كنت حطيت لكم الكرتونه بالفرن. ميرسي. خذيه من هلا. بتحملوا البيتزا هيك، بتقربوا ان شاء الله ما تقع السله. ايه بيرفكت. لجوا؟ ايه لجوا. جوا مش كثير كثير على النص. ايه لاقول اي وحده تبعيتي. ميرسي. لسه وحده ثانيه معها. ايه سمعوا. هلا بعد شوي وين ميت يو. شل دومينيك. طبعا خلصت البيتزا، بس انا ما عرفت اطلعها احلى ما توقع، بتشهي وما عرفت اسقسها، بس هلا بدي اكلها. بس نسيت سوري بالفيديو اللي قبل حط الزعتر، سو هلا شوية زعتر حقق عليها. خلصت. وفيكم تحطوا حبق. ونسيت حط البندورة، لانه انا ما بحب البندورة يعني. يلا بيصور. وفيكم تحطوا شوية حر، بس بحر حر لسانكم، بس فيكم تحكوا فيه. شوي هيك ودليشيس. هيدي اطيب قعدة بيتزا مع اطيب شفية واطيب انجريدينز وباحلى محل رومانتك بالعالم بسوفر. ميرسي بوكو، وان شاء الله مرتي الجاي بنبلش قبل السانسيت، تكون كل العائلة مجتمعة. الله يخليكم لبعض. وي لاف يو سو 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 ماتش، وثانك يو كثير.